مرحبا بكم أعزائي المشاهدين. بدأ الإندوس ببناء مستوطناتهم في منطقة شملت أجزاء من ما يعرف اليوم بالهند وباكستان وإيران وأفغانستان قبل 8000 عام، مما يجعلهم أحد أقدم الحضارات في تلك المنطقة. وبحلول الألفية الثالثة قبل الميلاد كانوا قد احتلوا مساحات واسعة من الأراضي حوالي 1,000,000 كيلومتر مربع، أكبر بكثير من الحضارات التي عاصرتهم في مصر وبلاد الرافدين، ومثلوا حينها 10% من سكان العالم. طور الإندوس نصا للكتابة الذي لم تفك رموزه حتى الآن، كما احتوت مدنهم على أنظمة صرف صحي لا مثيل لها حتى في المدن الرومانية. وفي عام 1900 قبل الميلاد انهارت حضارة الإندوس التي عرفت أيضا باسم حضارة الهارابة، حيث غادر السكان مدنهم وهاجروا نحو الجنوب الشرقي. في البداية اعتقد العلماء أن الغزو الآري هو سبب انهيار حضارة الإندوس، لكن تلك النظرية لم تعد رائجة ودقيقة الآن، لأن الدراسات الحديثة أشارت إلى أن الرياح الموسمية توقفت لمدة قرنين في تلك المنطقة، مما جعل الزراعة مستحيلة، بالإضافة لبعض العوامل الأخرى كالزلازل وتفشي الأمراض كالكوليرا والملاريا التي اجتمعت سوية وأدت لانهيار تلك الحضارة.